بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. سنتعرف على شيء بسيط وفي نفس الوقت مهم جدا. اكتشفت هذا التطبيق فأعجبني فأحببت يعني أن أشاركه معكم. هذا التطبيق أولا يعني إخواني الكرام يضيف لك يعني شاشة منحنية للهاتف الخاص بك، ثم يضيف لك يعني الضوء يعني في الأطراف الخاصة بالهاتف. هذا الضوء يظهر عندما تتوصل مثلا بشعار معين، رسالة معينة، إلى غير ذلك، واتساب، إلى غير ذلك. صراحة شيء رائع عجبني شخصيا، وسوف بطبع الحال تبهر به أصدقائك، فأحببت أن أشاركه معكم. طيب، بعد فتح هذا التطبيق كما ذكرت سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو، تقوم بالصلاحية، منح الصلاحية له كما سوف تشاهدون، ثم يعني هنا تقوم بتفعيل الخيار الخاص بال الكوربة يعني انحناء الشاشة في الأطراف كما في وفي الهواتف الجديدة، يعني بالضغط على هنا كما سوف تشاهدون، وسوف تشاهد انحناء حتى إذا كنت تريد لون معين لهذا الانحناء فيمكن لك، لاحظ معي، يمكن لك اعتماده يعني في الأطراف، لكن ما يهمنا كما ذكرت يعني أنا سوف أختار اللون الأسود حتى لا يظهر. ثم هنا تفعل يعني بتوع هذا الخيار حتى يظهر لك يعني اللون أو الضوء الذي سوف نشاهده في الأخير عندما تتوصل برسالة معينة. ثم إخواني الكرام هنا سوف تختار الألوان، اللون الرئيسي كما سوف تشاهد اللون الأحمر أو أي لون تريد الذي سوف تكون عليه الأطراف، ثم هنا اللون الذي سوف يكون ممزوج معه كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي هنا يمكن لك التجربة كما سوف تشاهدون، لا أعرف إذا كنتم تشاهدون هذا الأمر، فعندما سوف تشاهد هذا الأمر يعني بالعين المجردة صراحة رائع جدا يعني. فهنا تحدد الحجم الذي تريده يعني للشريط، فلو حددت مثلا حتى 50 أو يعني 20 كأقصى حد كما سوف تشاهدون، عفوا يعني وضعت رقم كبير جدا مثلا 20، فعندما سوف تصل للإشعار لاحظوا معي يعني ضوء يعني كبير جدا، بالتالي سوف أحدد أي رقم هنا مثلا لنفرض 8 مثلا على النموذج، أشاهد كما سوف تشاهدون الضوء الذي تريده أنت شخصيا على حسب الحجم الذي تريده. ثم هنا إذا كنت تريد أيضا تفعيل هذا الخيار حتى يشتغل أيضا عندما تكون الشاشة شاشة الهاتف مقفولة يعني تتوصل بهذه الأشياء. طيب بعد تفعيل فخلاص يعني لاحظوا معي سوف أرسل رسائل وأي إشعار تتوصل به يعني في هاتفك، فسوف يظهر يعني هذا التأثير الرائع جدا إخواني الكرام. سوف أرسل مثلا الرسائل، لاحظوا معي وسوف تشاهدون مرسل رسائل، لاحظوا معي شيء رائع صراحة أعجبني وحببت يعني أن أشاركه معكم. الحين أرسل رسائل الواتساب وأي إشعار تتوصل به يعني في هاتفك سوف تحصل على هذا التأثير الرائع. كما ذكرت ليس إشعار فقط، أحببت يعني هذا التطبيق وأعجبني وأحببت يعني أن أشاركه معكم. سوف نشاهد مثلا في الظلام، طيب نحن في النهار الحين يعني و النهار ومن الصعب جدا أن نحصل على الظلام، شيء رائع يعني. فيمكن لك إضافة يعني أي لون تريده كما ذكرت أو تغيير أي لون تريده إلى أي لون من هنا يعني كما سوف تشاهد. سوف أختار مثلا اللون الأخضر مرة أخرى وأقوم بإرسال رسالة، سوف تظهر هذه الأشياء باللون الأخضر والتأثير كما ذكرت يعني الموجود هنا، يمكن لك اللعب عليه اختياره مثلا أيضا باللون الأخضر كما سوف تشاهد، شيء رائع علي. سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو يا إخواني الكرام، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. استدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا على موقعنا www.pontigl5.com واليوم على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حافظ980فول. إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.